لم تعيق الإعاقة الربانية عن تحقيق أهدافه وطموحاته، ففي كل محنة منحة من الله، وكانت العزيمة سلاحه لتحقيق ذاته وتنمية موهبته فنيا ورياضيا. رضا فضل ابن محافظة كفر الشيخ ولد مبتور اليدين، واستطاع رغم الإعاقة استكمال دراسته وتنمية موهبته في الرسم، وتخرج في كلية التربية الفنية بجامعة الأزهر عام 2003 بترتيب الأول على دفعته لأربع سنوات وبرتبة امتياز مع مرتبة الشرف. ساعدته شقيقته والمشرف الفني بمركز شباب القرية كثيرا على تنمية موهبته منذ الصغر، ونمى موهبته من خلال مسابقات الشباب والرياضة، ومن هنا اكتسب خبرته ليصبح فنانا تشكيليا يرسم بفمه دون الحاجة ليديه، بالإضافة إلى تفوقه في عدة رياضات مثل التنس والتايكوندو. أحلام وطموحات رضا فضل ما زالت كثيرة، ويسعى إلى تحقيقها بعزيمته وإصراره وكتابة اسمه بحروف من نور بموهبته الفنية وقدراته الرياضية.